حقيقة العراق يلعب دور أساسي اليوم في هذه الأزمة، لكن مع ازدياد الخلافات والصراعات حقيقة والتدخلات السافرة للكيان الصهيوني الغاصب والاعتداءات اليوم حقيقة المتكررة ودنباع احنا قصف الأطفال، أعتقد أنه حقيقة يجب أنه العمل عربيا وأيضا دوليا وأيضا تحميل التحالف الدولي حقيقة اللي يتبنى دائما حقيقة الدفاع عن الحدود ويتبنى الدفاع عن الخروقات اللي تصير، اعتقد انه يجب انه تكثيف العمل. هنالك موقف ربما قد يكون وطني وداعم للحراك اللي محور المقاومه، وان الكيان الصهيوني هو عدو للانسانيه، وبالتالي مواقف موحده سياسيا. واعتقد اليوم ما يدور في مهام السلطة التنفيذية هو الحفاظ على المناخات السياسية والحفاظ على نجاحات الدولة العراقية. أعتقد الإدارة السياسية للدولة العراقية الحالية هي لجميع القوى السياسية. ما يحدث هو فرض إرادة طرف واحد على أطراف متعددة. إذا ما حدث وإذا ما توسعت هذه الحرب سوف يكون هناك أزمات على مستوى المنطقة والعالم، لأننا نتحدث أن هذه المنطقة هي متعددة، هذه المنطقة هي منطقة مصادر الطاقة في العالم. سوف يحدث تخلخل على مستوى أسعار النفط، وسوف يحدث هنالك تخلخل على مستوى الاقتصاد العالمي، أي بمعنى أنه سوف يحصل كساد. في غزة ولبنان نيران قد تصل شرارتها للجيران، فلا مكان يسلم من العدوان ولا حدود لجرائم الكيان. مخططات تتجاوز حدود الطاولات وحتى الخطابات، ومواقف تتباين بين الشعوب والحكومات. منهم من مضى بالخيارات الدبلوماسية، ومنهم من يقاتل بالإمكانات العسكرية، ومنهم من باع القضية. وبعيدا عن كل هذه المسارات، يجب أن نلتزم بالبيانات الرسمية، فهي المعبرة عن المواقف بحسب بيان الحكومة العراقية. أما طروحات التخوين الموجهة للأشقاء فهي مرفوضة بلا نقاش. فهل يرضى فصائل المقاومة بهذا الكلام؟ هل سحب السوداني بساطة الشرعية ووقف بوجه نوايا استهداف المصالح الأمريكية؟ في الأمس تم إيقاف الهجمات لفسح المجال أمام المفاوضات، وماذا كانت النتائج؟ هل انسحبت القوات الأمريكية؟ وما بين الاثنين حصادنا يستعرض هذه الاستفهامات، فهل سنحصد الإجابات؟ أهلا بكم. نفتح حلقتنا وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن جهود الحكومة العراقية وكل الجهات التي سخرت وسخرت إمكاناتها لاستقبال وإغاثة العوائل النازحة من لبنان. لنتابع. استقبال مئات النازحين اللبنانيين عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم البري بعد نزوحهم من جنوب لبنان نتيجة اشتداد القصف الصهيوني، ليتوجه العراق إلى فتح ذراعيه أمامهم. وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع العتبة المقدسة تؤكد تم توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية لهم، فضلا عن معالجة جميع المصابين. التنسيق مع سماحة الشيخ مهدي الكربلائي، وتم تقديم كافة الخدمات لهم من إيواء وإغاثة وتقديم الخدمات الصحية من قبل العتبات. وحقيقة مستمرين من خلال اللجنة العليا التي يترأسها دولة رئيس الوزراء
بتقديم كافة الخدمات. اليوم العراق فتح حدوده أمام اللبنانيين النازحين اللبنانيين حتى يستقبلهم وفتح أبوابه، العالم فتحت بيوتها، أكو مواطنين خصصت منازل خاصة للبنانيين وللفلسطينيين النازحين جراء الحرب. في ظل تصاعد أزمة النزوح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الضاحية الجنوبية، تتواصل جهود الحكومة العراقية بتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية بالوقت الذي تتخلى فيه أغلب دول الجوار عن تقديم يد العون إلى الشعب اللبناني. الموقف الحكومي العراقي كان حقيقة موقف مشرف وموقف إيجابي جدا، وهو من أول الدول التي بادرت لمساعدة الشعب اللبناني، وهناك الكثير من الطائرات التي تحمل المساعدات الطبية، أطنان الأدوية والأغذية وكافة المساعدات. عند بداية الأحداث يعني الكثير من الدول العربية وحتى الأجنبية سارعت إلى يعني إخراج رعاياها في داخل لبنان، والجميع تبرأ عن لبنان، لا إلا العراق يعني سارع أيضا إلى مد جسور التعاون، لا سيما الطبية والغذائية. نشوف العراق هو الوحيد الذي لا زال وما زال وسيبقى متواصل مع لبنان. وفق الإحصائيات الأولية أن عدد اللبنانيين الداخلين إلى العراق من المنافذ البرية والجوية بلغ 6000 شخص، حيث تتنافس أغلب مدن البلاد إلى استقبالهم وتقديم الدعم لهم. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن موقف العراق إزاء تطورات المنطقة وما يحصل في غزة ولبنان بين الخيارات الدبلوماسية للحكومة العراقية والخيارات العسكرية لفصائل المقاومة الإسلامية. رح نتناقش بهذه المحاور مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عائد الهلالي. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب برئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ حيدر عرب الموسوي. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بأحد شيوخ المحافظات الغربية الشيخ مزاحم الحويت. حياك الله أستاذ مزاحم. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ عائد. حكومتنا العراقية هل هي جادة في الخيارات الدبلوماسية أم تفسح المجال أمام فصائل المقاومة؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم أختي الفاضلة ولضيفيك الكريمين وقناتكم الموقرة والمشاهدين الأعزاء. لا أعتقد أنه يعني الحكومة العراقية ومنذ اليوم الأول كان موقفها واضح بشكل جلي، أنه نحن نتعامل مع الكيان الصهيوني وهذا عدو دائبت عليه أدبيات الدولة العراقية منذ عام 1948 إلى اليوم، والكيان الصهيوني لم ولن يكون حليفاً في يوم من الأيام إلى العراق، والعراق لن يكون حليفاً للكيان الصهيوني. بالتالي الجهود التي تبذلها الحكومة اليوم متمثلة بخطين، الخط الأول خط الدبلوماسي والتي تقوده المؤسسات التشريعية والمؤسسات التنفيذية والدبلوماسية في الدولة العراقية، وهذا طبعاً يحسب للعراق على اعتبار أنه هذا الدور دور متفرد أو تفرد به العراق من خلال تقديم العون ومن خلال تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية والعربية والإسلامية، وكان موقف دولة رئيس الوزراء واضح بشكل جلي جدا، نحن نتعامل مع الكيان الصهيوني، لم يقل دولة إسرائيل ولم يقل إسرائيل. لكن نعم. خليني أعرج على موضوع بيان الحكومة العراقية. الحكومة العراقية كانت واضحة الاستياء جدا في بيانها. قالت فقط رأينا هو الذي يعبر عن وجهة نظر الدولة العراقية، وأي رأي آخر فهو مو مهم. هذه واحد. وأيضا قالت إحنا شلون نكره اللي يخونون الدول الشقيقة. زين شنو اللي جاي يصير بداية؟ هل هذا سحب من المقاومة الشرعية في العراق؟ لا. لو شنو الموضوع؟ لا، الحكومة كان من الممكن أن تصدر بيان وتقول نحن حقيقة نتنصل عن الأعمال التي قامت بها فصائل المقاومة، هذه لا تمثل الحكومة، لا تمثل توجهات الدولة العراقية، وبيان واضح وصريح. لكن الذي حصل هو كما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث السيد جو بايدن ويقول بالحرف الواحد إسرائيل لم تبلغنا بالضربات، وكذلك فصائل المقاومة العراقية لم تصل حقيقة. يعني هذا المشكلة اللي جاي يصير الآن. لا لا لا، أحس العراقي يقارن نفسه بالولايات المتحدة. ليش شنو المشكلة يعني؟ لا شنو السماء العراقية كلها بيد الأمريكا. لا شوفي، لا أختي العزيزة، أنا من أتحدث عن هذا الموضوع أتحدث أقارن بين قضيتين أساسية. يعني عندما يقول السيد جو بايدن إنه إسرائيل لم تبلغنا، وكذلك الحكومة العراقية تقول إن الفصائل لم تبلغنا بهذا الموضوع أو قامت فعل شعب، اليوم شخص بالشارع
يقوم بعمل داعم للدولة الفلسطينية أو لفلسطين أو للبنان، ويقوم بعمل ربما يتجاوز كما حصل في أكثر من المرات في مصر، وقد قاموا بأعمال كبيرة جدا ضد المستوطنين الصهاينة. هل يعني هذا أنه يمثل وجهة نظر الحكومة؟ هذا جانب. الجانب بعد هذا البيان لمن موجه؟ نرفض لغة التخوين، يعني هذا لمن موجه البيان؟ شوفي احنا مرات الدبلوماسية تحتاج إلى أن تلعب دور كبير جدا، مو بالضرورة أنه احنا اليوم عندما قالت الحكومة هذا البيان هو إدانة للفصائل، لم تسمي الأمور بمسمياتها، وقالت أنه احنا اليوم ذاهبين باتجاه ملف لربما هذا الملف بنتائج إيجابية كبيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد هي تحاول أن تجعل العراق قطب الرحى، لأنها لا تريد أن تقحم العراق في حرب، تعتبر أنه عملية إقحام العراق في حرب ربما هي العودة إلى أيام داعش، بعثرت أوراق العملية السياسية في العراق وبعثت أوراق العملية السياسية. أرجع لك لذات السؤال، البيان لمن موجه؟ منه اللي يخون؟ نرفض لغة التخوين، هذا البيان كان واضح. نعم. المن موجه وماذا يقصدون بلغة التخوين؟ ماكو مشكلة، يعني شوف احنا اليوم الدبلوماسية بها هو فن الدبلوماسية، انه انا عندما اتحدث انا لا ادقق في بعض التفاصيل واقول انه هذا لربما موجه، هسه اليوم كل القنوات الفضائية تريد ان تقول هل هو موجه الى الكتائب ولا النجباء؟ لا يا سيدتي ما اعتقد، لانهم جزء من العملية السياسية. اذا بيان دبلوماسي شكلي مو اكثر. دبلوماسي استاذ حيدر، هل اليوم المقاومة تحرج الحكومة العراقية؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدتي الكريمة، قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام، ضيفيك الكريمين. انا اعتقد الواقع الان برمته، اذ ما كان هذا الواقع باتجاه فصائل المقاومة او بما تقوم به الحكومة العراقية. نعم. سابقا شاهدنا تصريحات السيد رئيس الوزراء العراقي بأكثر من محفل، المؤتمر الذي أقيم في مصر لدعم القضية الفلسطينية وتحديدا العدوان على غزة من قبل الكيان الصهيوني، آخرها حديثه في جمعية الأمم المتحدة عندما وصف إسرائيل بالكيان الصهيوني وبالعدو، وبالتالي إذا ما أردنا أن نتحدث عن الدولة فهو يمثل رأس الهرم في الدولة عندما يوصف الكيان الصهيوني بالعدو، ولم يتطرق ولم يسمه بكلمة إسرائيل أو دولة إسرائيل، وإنما بالكيان المغتصب. طيب. والذي انتهك حقيقة الحقوق وكثير من حقيقة التفاصيل، وكانوا وصنف هذا الحديث على أنه أجرأ خطاب في الأمم المتحدة وأقوى خطاب في الأمم المتحدة. اليوم لربما ونحن نتحدث عن الإحراج ونتحدث عن الضغوطات السياسية والدولية، نعتقد لربما خرج هذا التصريح من الحكومة العراقية بناء على ضغط وبناء على إحراج معين، أرادت أن تتملص من هذه الضغوطات ومن هذه الإحراجات للحكومة العراقية فأصدرت هذا البيان. لكن إذا ما سألتني أنا، هل فعلاً أن الحكومة العراقية والمتمثلة بالسيد السوداني الذي هو أتى من خلال الإطار التنسيقي، وأغلب قوى الإطار التنسيقي هي قوى وطنية مقاوماتية دافعت عن تحرير العراق وعن استحقاقات العراق، هل تقول لي أنه مثلاً السيد رئيس الوزراء اليوم كان في التصريح هذا يوجه هذا الخطاب إلى فصائل المقاومة؟ أنا أقول بالبتة باللسان قاطع، أنا أعتقد إذ ما ذهبنا الآن وسألنا السيد السوداني هل حيدر تستهدف هؤلاء؟ زين، أنت حضرتك قلت الضغط وأحرج، من نعم. اللي ضغط على رئيس الحكومة ومن اللي أحرج الحكومة؟ وهذا البيان إذا ما كان موجه لفصائل المقاومة لمن كان موجه؟ فأنت اختتمتي مع أستاذ عائد كلمة، هذا البيان هو بيان دبلوماسي لربما استرضاء أطراف معينة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار نحن نعلم الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة للكيان الصهيوني بشكل كامل، وأيضا هنالك علاقات تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة العراقية، وهنالك اتفاقيات، هنالك اتفاقية الأطر الاستراتيجية، الآن تم توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية. يعني هذا البيان الشكلي ترضية للولايات المتحدة حتى ما يقصفون العراق؟ لربما حسب قراءتي للواقع، أي؟ وبدون مجاملة وبدون هذه، لربما هو ترضية للولايات المتحدة الأمريكية لعدم استهداف ليس فقط العراق. إذا ما تحدثنا أنت قلت استهداف العراق، هو من العراق؟ من العراق؟ هذا السؤال اللي لو حضرت لا أنا أسألك، من العراق؟ من العراق بمكوناته بفصائله بحكومته بمرجعيته بجميع أطيافه، إذ ما كانوا شيعة وسنة وكرد، هذا العراق. وبالتالي
أنا أعتقد إذ ما كانت فصائل المقاومة تدافع عن العراقي تدافع عن هؤلاء، وإذ ما كان السيد السوداني والحكومة العراقية تحاول أن تبعد خطرا معينا فهي تبعد الخطر عن هؤلاء أيضا بهذه القضية. أنا قبل قليل اطلعت على بعض ما تنشره حقيقة القنوات الصهيونية وخاصة قناة 14 كانت تضع صورة السيد السيستاني كهدف لها في هذا الموضوع. الحكومة العراقية ما ردت من نتنياهو خلى صورة العراق في محور الشر، شو ما ردت، ما شفنا بيان واحد رسمي استنكار لو ذكر. زين هاي يعني هاي شلون نفهم اليوم ايران؟ لا لا اولا اسمحي لي غير سالت هذا السؤال. اولا السيد السوداني ببيانه او بكلمته في الامم المتحده ماذا تحدث؟ هذا اصدق بيان واصدق رد عندما وصف الكيان الصهيوني بالعدو، وبالتالي نحن نتحدث ما بين عدوين. العراق آخر مشاركة له بالحروب العربية التي دارت ما بين العرب وما بين الصهانة يمكن المشاركة المباشرة بال68، وكانت له مشاركة بسرب من الطائرات بال73 مع مصر. جميع البلدان التي شاركت بقتال مع الكيان الصهيوني وقعت، يا أما وقعت على اتفاق إيقاف إطلاق النار، يا أما وقعت على تطبيع مثل مصر والأردن، وسوريا وقعت على وقف اطلاق النار هي ولبنان. الدولة الوحيدة التي التي لم توقع ولا والتي بدستورها ببياناتها بمبادئها بخطابها السياسي، الدولة الوحيدة من العرب. 7 أكتوبر في ذكرى 7 أكتوبر بيان الحكومة قال أشقائنا وأصدقائنا وشكرا للسيد بايدن والدول الغربية، يعني هذا مو تناقض؟ بايدن هسه يورد أسلحة لإسرائيل تقصف إخواننا اللي إحنا ندافع عنهم ونقول لا إحنا هذا دم واحد ومحور المقاومة، وبالتالي يشكر السيد بايدن، هذه هي مشكلية أيضا لو لا؟ بطبيعة الحال أنا أعتقد عندما نتحدث عن الواقع السياسي هنالك يجب أن نفرز ما بين خطاب سياسي وخطاب مقاومة. الآن في لبنان أكو أيضا خطابين، خطاب الحكومة اللبنانية وخطاب المقاومة. المقاومة الآن تدخل في حرب، لماذا الآن الكيان يستهدف الضاحية ويستهدف الجنوب اللبناني باعتبار هذه أراضي تابعة إلى حزب الله المقاوم؟ هنالك حكومة الآن، الحكومة الآن حكومة لبنان مع من؟ شوف هسه آخر التطورات في القضية اللبنانية وانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني. الآن هنالك إرادة من الولايات المتحدة وتسمية الشخصيات بأن تكون هي رئيس للدولة اللبنانية. ما هو موقف الحكومة اللبنانية وما هو موقف المقاومة؟ ردت المقاومة للولايات المتحدة الأمريكية لم ترد الدولة على هذه القضية. الفرق بين المقاومة والدولة العراقية. شيخ مزاحم جد ترحيب بحضرتك. البعض يقول أن الحكومة شيعية والفصائل شيعية، نارهم تأكل حطبهم، شنو رأي المكون السني في الدبلوماسية لو المكون السني مع المقاومة؟ نعم، تحية لك فرح والأخوة الأعزاء وقناتكم الموقرة والسادة المشاهدين. لا طبعا شوفي، أن يعني إحنا دائما نقولها واليوم هم نقولها، الأخوة الشيعة يضحون ويقدمون الشهداء ويحررون الأرض، كثير من السنة وعلى يعني نسبة 90% يتفرجون على التضحيات اللي يقدمونها الأخوة الشيعة. يعني هو اليوم السني من يتفرج على التضحيات اللي يقدمونها الأخوة الشيعة وتهجير العوائل في جنوب لبنان على من؟ فلسطين الأغلبية إذا مو كلها سنة، القدس الكل جاءت حارب عليه. لكن هنا المبرر اللي احنا قاعد نشوفه انه اليوم المحور اللي موجود هو يبدا المحور من الجمهوريه الاسلاميه وينتهي باليمن، وهذه الدول السته الجمهوريه الاسلاميه والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن اليوم هم محور واحد، محور مقاومه، محور اللي يفتخر به كل انسان شريف على وجه الأرض. يعني إحنا شفنا، يعني أنا استمعت للأخوة يعني يمكن على بيان دولة رئيس الوزراء. طبعا دولة رئيس الوزراء هو من
منذ البداية يريد تخفيف التوترات، إيقاف إطلاق النار، وتدري لأن أكو تضحيات تروح بها من الناس الأبرياء ومن العوائل، وربما الكيان الصهيوني يحتل مدن وأقضية في جنوب لبنان وفي منطقة الضاحية وغيرها. الموضوع مو هنا، الموضوع اليوم من خلال يعني احنا نعرف انه اكو توجيه يعني للمقاومة انه عدم استهداف دول الجوار. زين هي دول الجوار اللي احنا مجاورينها، السعودية عندك والدول، شيخ مزاحم من اللي يوجه المقاومة بعدم استهداف دول الجوار؟ بس دقيقة حتى نفصل الحديث لو سمحت. نعم حتى نفصل الحديث، هسه ذكرت اكو توجيه للمقاومة، اي لو سمحت لي بس اعطيني مجال افهم هذه النقطة وراح اعطيك المساحة تتحدث، لكن بس قل لي حضرتك ذكرت اكو توجيه للمقاومة بعدم استهداف دول الجوار، منو اللي يوجه؟ طبعا اكيد الحكومة او اكو تدخلات يعني خارجية هدفها انه تخفيف العمليات او عدم استهداف الدول، لكن اليوم المقاومة يا دول الشرعية اليوم هي تمثل هذا الشعوب، تمثل الإنسانية. اليوم اي جهة تشارك مع الكيان بجرائم التي يرتكبها اليوم هو مستهدف. يعني امريكا، يعني امريكا نروح نقول والله لا تستهدفون امريكا؟ الا بريطانيا اللي قاعد تقصف في شعب اليمني، الا الدول الخليج والدول الاخرى اللي ساكته وتنظر وتدعم وتمد الكيان الصهيوني بالاسلحه وفاتحه مطاراته ومنافذها للكيان الصهيوني من اجل قتل الشعب الفلسطيني واليمني والسوري والعراقي، وربما هم يشاركون بعمليه الرد على الشيخ مزاحم. هذه كلها احنا قاعد نشوف اليوم ستة الفاضله، اليوم هو محور واحد اللي يريد يرضى أو ما يرضى أو يقبل أو ما يقبل. اليوم لا يمكن أن نسمح لكائن من يكون أي دولة تقف مع الكيان الصهيوني أن تكون هي خارج الأهداف. زين واللي ساكت، واللي ساكت ومتفرج شيخ مزاحم تنفذ عمليات قتولية وتاريخية. طيب ليش أبو مصر وين؟ أبو الأردن وين؟ ليش مو هذا شعبهم؟ بس أنت ليش تروح بعيد شيخ مزاحم؟ إذا هم يؤمنون بس لو سمحت إلي ويدخلون قال شيخ مزاحم لو سمحت لي اي طيب هسه انت تروح على مصر وتروح على الاردن بس اعطيني مجال لحظه دمرونا هجروا شيخ مزاحم مئات الالاف من الناس هذا اللي زين انت تسمعني لو ما تسمعني حضرتك من السعوديه زين بس حتى اشيك الاتصال يدزون المفخخات علينا اوكي تسمعني حضرتك لو لا والنجف والموصل وصلاح الدين وبغداد والمحافظات الاخرى زين صوتي واصل لك انا شيكت هذه النقطه بس اسمح لي اتداخل ويا حضرتك يعني بسؤال المحافظات اللي احتلها داعش لو منتظرين على دول الجوار ها كان داعش ما خلى ولا واحد على بكره تبني اي زين هسه بس اسمح لي انت وديتنا على مصر وديتنا على اردن وديتنا على داعش كل هذول خلينا نتركهم صفحه بعدين راح ارجع لك نناقش القضيه هسه تحكي لي على المحور السني اليوم السنة ويا الخيارات العسكرية لو ويا الخيارات السياسية السنة ساكتين مدى نعرف شنو موقفهم ومن القضية وهسه تعدكم قاعدة عين الأسد بنص الأنبار زين ترضون تكون هدف للمقاومة هل أنتم مشاركين مع المقاومة لو أنتم راضين بجرائم الكيان شنو موقفكم لا زال حتى الآن ضبابي لا اليوم السنة هم اليوم المقاومة تمثل العراق تمثل سني وشيعي وكل الأديان والمكونات ماكو فرق هذا سني وهذا شيعي اليوم السنة لديهم حشود لديهم فصائل لديهم قوة ضمن هيئة الحشد الشعبي ضمن المقاومة الإسلامية موجودين أنا أقول لك ياها مال إنه السنة ساكتين لا السنة مو ساكتين السنة موقفهم مع موقف المقاومة وموقف الجمهورية الإسلامية وموقف الشعوب الصامدة التي تنفذ عملياتها ضد الكيان وموقف السنة هو اليوم موقف مع المقاومة الإسلامية ومع موقف مع المرجعية الرشيدة ومع القيادات المشرفة التي هي موقفها واحد إنه أي دولة تقف مع الكيان هي مستهدف شيخ مزاحم هذا يمكن موقفك
لانه هذا مو موقف السنه. لا راح اقول لك شلون تغريده انكتبت، بس اسمح لي، تغريده انكتبت بذكرى استشهاد في حال استشهاد السيد، بس اسمح لي، التغريده من ديوان الوقف السني انكتبت من اجل سماحه السيد حسن نصر الله. ليش ردت المسحات؟ بس جاوبني على هذه النقطه. هذا الوقف اللي ممثل عن مكون، أنا ما أخذ الكلام من حضرتك أنه السنة مع محور المقاومة، أكيد عندكم هيئة علماء مسلمين وعندكم وقف سني، ودا أخذ من عنده هذه المعلومة. ليش مسحت التغريدة؟ لا روح استضيف. نعم؟ ليش مسحت التغريدة؟ ليش انكتبت ورا دقيقتين انشالت التغريدة؟ موقع الوقف السني نزل تعزية في استشهاد السيد حسن نصر الله دقيقتين وحذفها. زين ليش؟ الموقف يعني التقريدة مال ديوان الوقف السني هو نزل بيان، السيد رئيس الديوان وضح انه تم مسح التقريدة من قبل شركة فيسبوك وموقع فيسبوك، وهذا معروف يعني. لكن احنا زين، انت مقتنع بس هذه التقريدة تمسح؟ روح استضيفي ست فرح، استضيفي بعض من قيادات السنة وشوفي موقفهم، شوفي موقفهم. اليوم احنا ما عندنا موقف، اريد اقول لك كلام، اليوم اذا اكو مشاكل داخلية بالعراق وواحد يستهدف الاخر او يتحدث على الاخر او يتحدث على قوة او يتحدث على جهة او شخصية، هاي قضية بيناتنا. لكن اليوم الموقف هو موقف واحد. اليوم احنا لا يمكن ان نترك المقاومة انه تستهدف بهجمات إعلامية أو قرشية أو هذا، لا يمكن، ولا نسمح لأحد يستهدف العراق ويوجه اتهامات أو يوجه استهدافات للمقاومة أو للأخوة الشيعة. هاي من جهة. لا راح نطيش موضوع ست فرح. أنت تقولين وين موقف السنة؟ شوفي اليوم نينوى المحافظات الغربية كلها مستعدة لاستقبال العوائل أخوتنا اللبنانيين، واليوم كلهم مجهزين أماكن ومجهزين كل ما يطلبونه لأخوتنا اللبنانيين. اليوم نينوى بعشائرها العربية وأديانها ومذاهبها وأقضيتها ونواحيها، اليوم كلها مستعدة وجاهزة لاستقبال أخوتنا اللبنانيين. اليوم إحنا أنا أقول لك هذا الموضوع، إنه مو موضوع إنه إحنا نترك جهة وحدها والله أو نمشي بكلام دولة أو. رح أرجع لك على هذه النقاط اللي حضرتك ذكرتها. تدخلات دولية إن شاء الله في داخل زي. البيت السني، لكن هذا التدخلات لن تؤثر على موقفنا. طيب أستاذ عائد، بيان الحكومة قال نرفض لغة التخوين للأشقاء، أول شيء هم يا أشقاء؟ شوف صراحة أنا ربما سوف أتحدث بتحليل زائد معلومة. زين. المعلومة من دولة رئيس الوزراء في آخر اللقاء قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية في مرات عديدة أنها تمنع الكيان الصهيوني من استهداف العراق. زين. ربما أنه الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة العراقية أن تصدر بيان بهذا الشكل لاحتواء أزمة، لأنه الاستتارة الذي وصل إليه نتنياهو غير محدود. تغوله، توحشه، تجاوز كل الخطوط الحمر، حتى تجاوز على أسياد الأمريكان، لأنه الآن هنالك حالة من الإرباك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك مزايدات، هنالك مناخ انتخابي، وهذا المناخ الانتخابي الكل يتسابق من أجل إرضاء إسرائيل. فاستفاد العفن نتنياهو من هذا المناخ وبدأ يوسع أو يوسع ضرباته في المنطقة بشكل كبير جدا، حتى الاستهداف الذي طال السيد حسن نصر الله رحمه الله وأخوته القيادات الكبيرة، أنا أعتقد أنه الكثير من قيادات العالم هي غير قابلة بهذا الموضوع. يعني حسن نصر الله يمثل، لا يمثل فقط، يعني يمثل طائف كبير جدا من الشعب اللبناني، لا بل أنه حسن نصر الله هنا رمزية كبيرة جدا. أما اليوم نتحدث عن أنه اليوم تستهدف حسن نصر الله، ولا ربما تمهد غدا لاستهداف لا سامح الله الولي الفقيه سيد الخمنائي حفظه الله، وهذا وارد في أحد السيناريوهات التي طرحت الآن. فبالتالي عملية اتساع رقعة الحرب ووصولها إلى العراق ودخول المنطقة في إتون معركة جديدة، وكما قلت قبل قليل بعثرة الأوراق داخل المنطقة وإدخال جهات لربما جهادية ودخول حركات عنصرية غير داخل. ها؟
منو يدخلهم؟ اللي دخلهم العراق. منو اللي دخلهم العراق؟ الاستخبارات العالمية والمجلس. كثير. اللي هسه احنا دنصدر بيان من أجلهم. نعم لماذا؟ ليس من أجل سواد عيون العراق. من شنو؟ ليس من أجل سواد عيون العراق، لأن هنالك مشكلة كبيرة سوف تحصل. نتنياهو يريد جر المنطقة. احتوتها الحكومة العراقية بهذا البيان. نعم. منو الأشقاء اللي ترفض الحكومة العراقية ما ذكرت ليه؟ بس الحكومة قالتها بصراحة نرفض لغة التخوين واتهام من الأشقاء من ذكروا دول الخليج مصر الأردن منهم أخت الفاضل من ذكروا بالبيان، كل اللي ذكروا بالبيان سواء مصر الأردن دول الخليج. اليوم هنالك عقل يدير العملية السياسية في العراق لا يريد للعراق أن نعم هو مع محور المقاومة، والمقاومة جزء أساسي من الحكومة العراقية الآن، مو أبو على العسكري والإخوان يقعدون بالاجتماعات مال إطار التنسيق. العراق شعلي يرفض لغة التخوين، والله ما تفهمني يا أستاذ عادل. هسه أنا أريد أتهم مصر، أريد أتهم الأردن. نعم. يجي أبو حكومتي يقول لي لا ما مسموح ليش تطينا لغة التخوين لهاي الدول. إي ما يهم، احكي عن دولتك واحكي عن الولايات المتحدة، لأن عندك مصالح استراتيجية. لا ليش؟ عندنا مصالح استراتيجية مع المناطق، مع دول المنطقة عندنا دول مصالح استراتيجية ضخمة. ترفض لغة التخوين إذا قلت هذا متواطئ. أخت الفاضل إحنا نعرف إنه التطبيع إمارات سعودية قاب قوسين أودنا، عمان ما عندها مشكلة بالموضوع، الأردن مطبع هو من أول دولة طبعت في اتفاق وادي عربة، مصر طبعت في قضية بعد رحلة السادات إلى هذا معروف يعني، المغرب مطبع الكل. فبالتالي اسمحي لي أختي الفاضلة اسمحي لي، إحنا اليوم ماذا نريد؟ نريد جر المنطقة إلى حرب واحتراب وندخل بصراعات داخل هذه المنطقة وقتال جديد. العراق سئم من حالة القتل، يرفض هذا الخطاب وهذا البيان يستفز المقاومة. لا 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 لا، المقاومة عاقلة وهي تدرك ما موجود في البيان زين، وعلى هذا الأساس أنا لا أعتقد أن المقاومة سوف تعترض على خطاب رئيس الوزراء، لأن هي كلفت رئيس الوزراء في فترة سابقة من أن يتبنى عملية الحوار بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الطائرة اللي استهدفت قادة النصر مطارت من قطر؟ نعم. اللي اليوم حكومتي ترفض أن أخونهم؟ لا شوفي، السياسة فن الممكن. ها. السياسة فن الممكن. أنا اليوم أرد أحافظ على العراق. ست فرح تعرفين انه محطة الكهرباء الثانوية العراقي عانى من هذه المشكلة وباتت ازلية تحتاج الى سنتين، فيما لو تم عملية ضرب لا سامح الله او توجيه ضربات الى قطاع الكهرباء او محطات الكهرباء، يعني نعود الى العصر الحجري. اليوم ماكو مشكلة، اعتقد انه المقاومة فاهمة ما تقوله الحكومة والحكومة فاهمة ما تريد المقاومة، وبالتالي هذا عملية الاتفاق او الترابط بالافكار او الاتفاق على الاساسيات. الحكومة تريد تدفع الضرر وكان الله يحب المحسن. طبعا اكيد. اذا لما الحكومة تريد تدفع الضرر، ليش المقاومة ممكن تدخل العراق في اودية مظلمة؟ تتفهم الموضوع، لاكو مقاومة ولا هم يحزنون وانتهت القضية، لأن العراق على ما يبدو غير مهيئ للدخول بهكذا محور. شوف، أولا قضية العراق مهيئ أو غير مهيئ، من هي من البلدان التي ترغب بأن يكون هنالك حرب وترغب أن يكون هنالك تدمير لبلدها؟ شاهدنا جميع بيانات الجمهورية الإسلامية وهي قطب الرحى في قضية محور المقاومة، دائما تقول نحن لا نرغب بأن تدخل المنطقة في حرب. لماذا؟ من أجل أن تبعد شبح التدمير وشبح المعاناة عن شعوبها، وهذه نظرية واضحة. الآن الجمهورية الإسلامية ألا تمسك بكلتا النظريتين، الجانب السياسي والحوار السياسي، وهي لا تعترض على الحوار السياسي، وبنفس الوقت تمسك بيد الأخرى قضية التوازن والرد القوة. طيب، عندما استشهد السيد هنية وكنا جميعا نتوقع أن الرد سوف يكون خلال أيام، لماذا تأخرت؟ بدأت كثير من رد دولة وما رد دولة، المهم العراق رد على اغتيال أحد قادة النصر. بس خلنا نوضح في الصورة، لا كل واحد يجي ياخذ دور غيره. انا اعتقد قضيه محور المقاومه قد رسمت ادوار لكل دوله ولكل فصيل ولكل مجموعه. ما من الممكن ان اتي انا اليوم الفصائل العراقيه او الدوله العراقيه تاخذ دور لربما لا تستطيع ان تستوعب هذا الدور.
يعني نحن المقاومة العراقية. لا إذا اسمحي لي أكمل فكرتي. وين حدودها؟ بس حتى أفهم أعطيك الوقت. مو أنت من تقطعيني أول مرة تقطعين الفكرة الأولى ونبدأ فكرة ثانية أيضا تقطعينها ما راح نوصل للفكرة. زين مو أنا ما يخالف وأنا أرجع العدالة أنا أحكي إلمن غير وصل لك الفكرة أنا مدري يصير فيهم بيها. تأخر رد الجمهورية الإسلامية الكثير طبل قال إن الجمهورية لم ترد وأن الجمهورية قد حقيقة خانت حلفائها وشركائها وكثير من هذا الحديث. لكن الآن عندما كان هنالك ردا للجمهورية الإسلامية وكان ردا صادقا آخرا على الكيان الصهيوني ماذا ردت؟ قالت أعطينا مجالا لم نرد على استشهاد السيد هنية لكن أعطينا مجالا آخرا للتفاوض. هذا التفاوض شنو؟ سياسة ومو سياسة؟ سياسة. وبالتالي هنالك أدوار أنا حسب وجهة نظر هنالك أدوار إذ ما كانت وأنا أقولها بفم الميلان إذ ما كانت الحكومة تقصد بقضية التخوين فصائل للمقاومة وإذ ما كانت تقصد بقضية أنه عدم التصريح أنه أحيد وأبعد وأذهب إلى استهداف محور المقاومة أنا أعتقد هذه خيانة. هذا شنو؟ خيانة. خيانة إذا ما كانت تقصد ذلك خلنا نثبتها مخاطر لا تروح الكلمة تروح إذا ما كانت تقصد ذلك لكن نحن نقول أنه هنالك عمل سياسي متقن تحاول من خلاله الحكومة مثل ما تفعل الآن الجمهورية الإسلامية التي لا ترغب بأن تجر المنطقة إلى حرب. أنا أعتقد الحكومة العراقية أيضا هي لا ترغب أن تجر العراق إلى حرب. بارك الله بك. وبالتالي هنالك معادلة المقاومة ومعادلة السياسة هنالك معادلة الردع ومعادلة التفاوض هذه جميعها أدوار يجب أن نقوم بها نحن وخاصة العراق يجب أن لا ندخل بهذه المعادلة باعتبار من أسميتهم الآن العرب سوف هم الذين يرفعون وإعلامهم الذي سوف يتداول هذه القضية على أنه هنالك حقيقة لربما بدأت أو هنالك فراغ أو هنالك عدم تواصل ما بين الحكومة العراقية وما بين المقاومة العراقية وسوف يطبل على هذه القضية لخلق ماذا؟ لخلق صراع داخلي وبالتالي سوف ينتقل محور المقاومة من توجيه ضرباته للكيان الصهيوني مع دعم الحكومة العراقية له سوف تطبل هذه البلدان إلى أن يجعل الصراع في العراق داخليا وينكفئ حقيقة المحور أو الساحة القوية التي بدأت تضيق العدو الصهيوني. تحدثت عن الأدوار هل دور محور المقاومة العراقي أن يجر العراق إلى هذه الحرب؟ يعني لماذا لا تتحول ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أنت رحت بعيد في التفكير. أولا هل الجمهورية الإسلامية عندما أعطت مجالا بعد استشهاد السيد هنية أعطت مجالا للتفاوض هل كانت هي على خطأ؟ ما فهمت سؤالي. لا فهمت سؤالك. لا أكون على ثقة. هاي إيران هي من تحدده. ما إحنا انطينا وقت. ما إحنا نقول. نقول. لا إحنا نقول محور مقاومة. وحدة الساحات. الجمهورية الإسلامية هي قطب الرحى في قضية محور المقاومة. إحنا نقول قضيتنا قضية واحدة باعتبار القضية الفلسطينية وغزة هي قضية محورية والجميع اتفق على أن يسند هذه القضية. هذا واحد لكن عندما نتحدث ونقول نعطي توصيفا معينا يعني اليوم الدور العراقي ما بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة هو كالدور اللي تقوم به الجمهورية الإسلامية ما بين قواتها المسلحة والرأي السياسي اللي تتحدث به وتعطي مجال للتفاوض من أجل إنهاء الحرب على أبناء شعبنا المتضرر في غزة. فإحنا نتحدث بهالشكل هذا. إحنا ما نريد نقول وأنا قبل قليل قلت لك إذ ما كان الحديث فيه قصد حقيقي لا هذه مشكلة لكن أنا أعتقد أنه هذا الأسلوب أيضا هو أسلوب لربما الكر والفر في العمل العسكري موجود هذا. بالتالي أنا أعتقد الحكومة العراقية ومحور المقاومة يقومان بتبادل الأدوار في هذه القضية. يعني هم مصافين أي مشكلة ما بيهم بعد هذا البيان؟ إن شاء الله مصافين. هسه هذا البيان زين ليه ضحكت؟ لأن هسه السؤال هو والله طبيعي مصافين لو ما مصافين. لا ستفرح رجاء يعني احنا حتى نكون واضحين ودقيقين جدا. المقاومة تؤدي دورها بشكل قوي والعدو يحتاج إلى من يردعه
والحكومة تؤدي الجانب الآخر والصفحة الثانية. وهذا ما تحدث به جداً. اليوم خلنا نخرج من عملية الاحتراب وأن نذهب باتجاه النزعات لربما ردود الفعل غير محسوبة والغير منطقية والغير أستاذ عائد نعم. بس لو سمحت لي، العراق لا يستطيع أن يدخل محور في الحرب لأن دولاره بيد الأمريكان وسماءه بيد الأمريكان، وكم موقف لاستهداف قادة هنا ومقال للحشد الشعب، الحكومة ما قدرت تفتح عليك. خلنا أقول لك في القضية. شوفي، العراق عندما دخل داعش إلى العراق ودخل بتقنياته وبإمكانياته وبكل ما يملك، العراق كان لا يملك شيء، لا يملك شيء، لربما أنه كل اثنين بندقية. لكن شبابنا عندما طلعوا من أقاصي المدن وذهبوا إلى مقارعة داعش وطردوا داعش، هذا يحسب للمقاومة بسلاحهم الشخصي. اليوم احنا عندما نتحدث عن قوة العراق، نعم العراق اليوم لا يمتلك لربما جيش قادر على ان يكون ذات الجيش اللي موجود في 73، لكن صدقيني لو كانت المعركة مواجهة مباشرة ما بين شبابنا وجنود الكيان الصهيوني لربما انه سوف تكون معركة غير وجه التاريخ. بس عفوا، واليوم حزب الله يسطر اروع ملحمة. أكثر من 8 أيام أو 9 أيام إسرائيل غير قادر على أن تعبر متى. بس أخوي اتخذت اسماء الوقت مالتي، أسألك كيف كنت. والله مو وقتك وقت شيخ، والله شيخ. لا أنا الكلمة الأخيرة، كلمة الأخيرة مو حرجع لك. لا كيف الوقت؟ يلا تفضل. شوف، إحنا أريد نقول أنه ما موجود الآن بالساحل العراقية ما بين الحكومة وما بين فصائل المقاومة هي حالة واحدة. هي حالة واحدة. فصائل المقاومة هي قوة الردع، الحكومة العراقية هي قوة المناورة والسياسة. وبالتالي نحن نحتاج أن نفهم بعضنا الآخر، لا نذهب دائما إلى التخوين، نذهب دائما إلى التقصير، نذهب دائما، وبالتالي تصبح المعركة داخلية. نحن نحاول أن نقرب وجهات النظر، لربما هنالك إرادة سياسية تحتاج إلى حوار معين، ولربما أيضا بنفس. طيب والله إذا ما ذهبنا لا والله خوش. خوش. إذا 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 الحكومة إذا هي ما ترغب بالمقاومة ما تروح تمنحهم، ليش تفتح على الأجواء العراقية ها والمقاومة تروح تقصف؟ خلينا نشوف مقبل الأيام يا أستاذ حيدر، إن شاء الله ولنا حلقة أخرى. شيخ مزاحم، أرجع لك على الفتاوى. يعني كنا نشوفك هواي فتاوى من أطراف سنية كانت تحث على الجهاد في العراق، قتل المكون الشيعي، فجر، اقتل، جاهد في سبيل الله. إلا هسه ما شفنا أي جامع أو خطيب يقول الجهاد واجب، يقول دعم الفلسطينيين، دعم لبنان. زين، انتم ناس مقاومين، كانت لديكم الكثير من التجارب مع الامريكان، وايضا ضربتوا الحكومه العراقيه والعمليه السياسيه الحديثه ضربتوها عرض الحائط. هل يوم بطولات المقاومه اللي كنتوا تسووها على الامريكان وينها على اليهود؟ نعم، لا شوف، اريد اقول لك كلام، يعني ترى المكون السني 90% ما حد شارك ضد الأمريكان، يجوز يعني عدد قليل، إنما اللي يظهرون، أنا ما أقول لك يعني كالمكون، قصدي أتحدث إنه اللي يظهرون ويتحدثون إنه الأمريكان، لا، هاي العمليات اللي كانت تصير ضد الأمريكان كانت ربما من المقاومة الإسلامية، لأن إحنا شفنا عدة مقاطع نشرت للأخوة في عصائب أهل الحق وحركة النجباء وحزب الله وفصائل أخرى وبدر وغيرها. إنما إحنا شاهدنا من يتحدث إنه بالجهاد وغيره كانوا يقتلون العراقي ويقتلون سواء الشيعي يتهمونه رافضي والسني اللي مع الحكومة يتهمونه مرتد والأديان يتهمونه بالكفار، وهذه كلها شفناها وبينت الحقيقة عندما أنت تحدثتي عن الجوامع. طبعا قبل 2014 الجوامع كانت أغلبها كانت مأوى وكانت تحت سلطة القاعدة والإرهاب، وكانت تطلق الفتاوى من القاعدة والإرهاب والأحزاب المشابهة للقاعدة والمنظمات الإرهابية، هي هذا اللي كانت الجوامع اللي كانت سابقا وكانت توجه بالارتداد وبالكفر على الأديان وتصفهم بالكفار وغيرهم، وجابت التطرف والكراهية والتكفير على المحافظات الغربية، وهي من شاركت هذه الجوامع
بالتظاهرات التي خرجت والمدعومة من القاعدة وسقطت هاي المحافظات وراح ضحيتها الآلاف من أبناء المحافظات القلبية، إضافة إلى أبناء الديانة اليزيدية والشرف اليزيدي اغتصب في سنجار. هذا اللي كانت الجوامع قبل 2014 كانت تنادي وكانت تمجد وبعد 2014 لقتل العراقيين، إنما اليوم تغير الوضع. اليوم الحكومة تمثل العراق، المقاومة الإسلامية تمثل العراق وتمثل الشعب، واليوم أنا قلت لك ياها، اليوم المكون السني يعني شو الفرق عن الشيعة؟ احنا ما يصير احنا ندخل سنة وشيعة، ليش؟ احنا كنا عمام ولاد زلمة واحد، الدم الشيعي أسال في المحافظات الغربية وهو من شاركوا بالتحرير، الأخوة اللبنانيين جوا من لبنان وقدموا تضحيات بالغربية من اليمن ومن الجمهورية الإسلامية. شيخ مزاحم، شيخ مزاحم، احنا ما يصير إيمو القاعدة الأمريكية يمكن في محافظة الأنبار، زين انت القاعدة الأمريكية يمكن في محافظة الأنبار، ليش ما تنصرون محور المقاومة وتستهدفوها؟ زين انتوا بتقول احنا اخوان ويا محور المقاومة، خلينا نشوف عملية من المكون السني باستهداف عين الأسد، وهذه مو دعوة، لكن احنا نريد نشوف الشيء على ارض الواقع. موجودين، ليش احنا مو عندنا حشود ضمن هيئة الحشد الشعبي ضمن المقاومة؟ موجودة، ليش عندنا حشود وعندنا ناس؟ لا لا لا، الحشد مو جزء من الصراع، مؤسسة أمنية رسمية تابعة للحكومة، لن دخل بالنص من المكون السني وهم راح يردون على الجواب. زين، شكرا جزيلا. أي شكرا جزيلا. نعم. أحد شيوخ المحافظات الغربية الشيخ مزاحم الحويل، شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب نت هوك، حياك الله على كل ما تفضلت به. أيضا رئيس مركز القمة للدراسات حيدر عرب الموسوي، حياك الله أستاذ حيدر، شكرا جزيلا، الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي، شكرا جزيلا. شكرا. على كل ما تفضلتم. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.